الحمد لله. الصفحة 83، الجزء الخامس، سورة النساء. أول كلمة، كلمة عن تراض منكم. تنتبه لأن التاء مرققة والراء مفخمة، والغنة في النون هنا، النون اللي المخفاة غنتها هنا مرققة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، تنهون هكذا، تنهون تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم. اللام هنا ساكنة وليست مفتوحة. ولا تتمنوا ما فضل، فضل فضل، فاء مرققة ضاد مفخمة ومشددة، نقول فضل مما اكتسبن. تنتبه الباء مقلقلة ثم نون ساكنة عند الوقف، اكتسبن اكتسبن.